كولومبيا مشروع هيرفي رينارد كمدرب كبير، معظم المنتخبات الغادة حقق معاه إنجازات. نتكلم نعم عن ساحل العاج، نتكلم عن زامبيا. زامبيا، يعني نعم مدرب حقق الأمم الأفريقية مع منتخب زامبيا. ده مدرب يعني ما نعم مع انه زامبيا في التصنيف يمكن يعني في افريقيا ما التصنيف العالي. دخلت أصلا زامبيا نهايات 2013 أو 15، كانت هي ما مرشحة لأنه تكون في دور الثمانية يعني. نعم فمسألة إنه يغوض كان نجاح كبير جدا. يمكن كلنا نعرف إنه عنده سجل طويل جدا في تصفيات كأس العالم ما فيه خسائر. خسائر، نعم فمدرب كبير، اسم كبير. دي الخطوة الأولى في إنك أنت تأسس لمنتخب ناجح، نعم إنك تتعاقد مع اسم كبير. المنتخب السعودي، إدارة كرة القدم في السعودية من وزارة الشباب والرياضة أستاذ لرئيس الأمير الأمم عبد العزيز عبد تركي العزيز آل بن فيصل. تركي، نعم وصولا الأستاذ ياسر المسحل، اختاروا الاسم الصح ممكن يقود المنتخب السعودي في مشروع يكون الهدف الأول منه الوصول لكأس العالم، وبعدها العمل على المنتخب في المدى الطويل. نعم هيرفي رينارد كان الاسم المناسب، أكثر اسم مناسب للمنتخب السعودي. وشفنا المزعلة دي في التصفيات، طريقة اسم اختيار الأسماء في المنتخب، الروح الموجودة في المنتخب، المتابعة المستمرة للدوري المتابعة السعودي المستمرة للمنافسات للدوري السعودية. السعودي. المدرب مدرب بكل تأكيد يقدم في تفاصيل كبيرة جدا، حالة الرضا الكبيرة جدا عن اللي بيقدمه المنتخب، الأسماء اللي بيختارها في المنتخب. يعني في أسماء كانت تستحق التواجد في المنتخب في فترات، يعني حتى هو يتكلم عنها. مثلا في فترة من الفترات عبد الله الخيبري، هتان بهابري، هو مدعب الحربي، وصولا لكابتن عبد العزيز البيشي في الفترة الأخيرة. مهما كان يتأخر انضمامه للمنتخب، لكن ما شفنا حالة حق التذمر أو عدم رضا. مجرد ما تم استدعائهم للمنتخب كانوا سعيدين جدا بوجودهم مع المنتخب. ده يدل على الاحترام الكبير المتبادل بين مدرب المنتخب وبين اللاعبين، والتقدير الكبير من اللاعبين لمدرب المنتخب، انه في قائد حقيقي في المنتخب. لما يختارك تأكد تماما انه جاء الوقت المناسب عشان يتم اختيارك فيه.